أعزائي متابعي قناة سلام كيلان والبلابل، اليوم راح أشوفكم الأكل اللي أنا أقدمه للبلابل عندي وشلون راح يكون. البلبل دائما يعجبه اللي هو يوميا أوكله وحدة من ذوله، أو الخس يكون دائما بين فترة وفترة وياهم، البرتقال، العنب، الخيار، المشمش، التفاح، الخس، البابايا. ما أدري موجودة عندنا بالعراق لو لا. هاي بيها مادة حلوة وطيبة المذاق، البلابل تعشقها، يعجبهم هواية ياكلوها. هاي بالنسبة للفاكهة اللي أقدم لهم إياها، أو إذا أكو العرموط أو غير شغلات ياكلون. بالإضافة إلى الشيء الأساسي والمهم هو عندي التمر اللي هي عجوة مال الكليتشة أو شغلات. التمر هذا مهم للبلابل، يعني ما يشبعون من عنده أبد. هذه وجبة الفاكهة اللي أقدمها أنا يوميا للبلابل. بس المساعدة للبلابل من أنطيهم التفاح. أما أنا ما أعلقه بالقفص، أخليه بحاويات خاصة، فأقصها بالنص التفاحة وأحززها بالسكينة، تكون سهلة الأكل بالنسبة لهم. بالنسبة للأكل الثابت الأسبوعي يبقى موجود عندهم هي هالأنواع. هذه الفاكهة يوميا أعطيهم مادة وتنشال، تنغسل الأوعية مالهم مال الأكل وتتبدل. بالنسبة للبيض ممكن أن تسلقوها وتحطون البياض مالها ياكلوها. عندي البلابل ما أكلوها، ف عوضتها جبت لها بمواد ثابتة وياها بيض مسلوق اخليها. عندي هنا اول وجبة اللي هي تكون ثابتة كل اسبوع، اللي هي مخبوطة جميع الحشرات مجففة ومخبوطة، فهذه وبيها فد عسل مضاف لها، ومضاف لها فاكهة. الطعم لو تشوفون هنا للمذاق مال البلبل، هذه ياكلوها هواية ياكلوها. بالإضافة اللي عندي هنا هو مثل الكعكة والصمون مطحون، بالإضافة إلى البيض. لو تلاحظون تشوفون قريب الصفار موجود، البيض ويا هذا ميابس ومطحون، اللي هيات اللي تشوفوه هنا مكونات ويا عسل ويا بقية الشغلات الأكل. هذه هم ياكلوها هواية البلابل. عندهم أهم شيء ياكلون هم هذا الفروت بلاندي هنا، اللي مجموعات الفاكهة، طعم الفاكهة بيها الأكل بفيتامينات وناتشرال فلافر، يعني طعم طبيعي بيها. بالإضافة إلى هذا الأخ هم هو خاص مع طيور الحب، اللي بس ياكلوها لانه مو حبوب. هذه كلها مخلوطه مواد فيتامينات وياها واكل. وهذا اني من احضرها راح اشوفكم شلون احضر لهم اياه. اضيف لها شغلات اني من عندي تكون لهم مقويه وذو فائده. هذا مثلا اخبط من عنده نص كيس، دائما اسويه كيس الافهم. فما اعرف هل بالعراق موجودة هذه او ما موجودة. ممكن اذا ما موجودة تعوضوها، اكو غير انواع اكل موجود بها تعوضوا لهم اياه. وشكله يعني هم واحد يشهي حلو. السد دائما هو بي زبلاك ينغلق حتى انا لا يدخل هواء، يبقى الطعم ويبقى فريش.
دائما. هسه اخلط هذا هسه شوكم بالنسبة لي شضيف لاني اكو الجارليك اللي هو فاين باودر المسحوق عندي دائما، هذا مهم، هذا اكل يومي لهم للبلابول فياكلون دائما، يكون عندهم الثوم موجود ويا اللي هو معقم دائما يكون موجود عندهم. بالإضافة أضيف لهم هذا اللي ستريس بيرد فورمولا اللي هي مهدئة للطيور، خاصة البلابل موسم التزاوج يكونون بحالة عصبية، تشوف يتعاركون والريش يشلع وهذا، فهذا أرش لهم كمية قليلة من عنده حتى أنا دائما تكون موجودة وياهم. بالإضافة إلى أخبط لهم يعني هذا الفيتامينات، هي هم مجموعة فيتامينات أضيفها وياها. هاي صار لي سنين استعمل هاني هالخبطة هذه للبلابل. بالإضافة إلى شغلة الأخ اللي هو الزنجبيل، ممكن الجنجر، ممكن أكو مسحوق هم أضيفوه لأنه هذا مادة حارة ومعقمة للبلابل. هسه بالحالة أخلطهم، تشوف لونهم راح يتغير لأنه راح يجوز بالبداية إذا تقدموها البلابل ما يأكلوها، بس وراء يوم يتعودون عليها ويصير شيء طبيعي بالنسبة لهم يأكلوها، لأنه الطعم راح يكون بطعم الثوم وبقية الشغلات اللي مخليلهم إياه. هسه عندنا هذا حضر والأكل صار جاهز، ثلاث أنواع ثابتة عندي أخليها بالأسبوعية، أنا أغيرها أغسل مواعينها. بالإضافة إلى أهم شيء هو الدود القبابي. الدود القبابي يحتوي على كمية كبيرة من البروتين وغذاء مهم جدا للبلابل، تشوفهم يعجبهم. هسه أنا هذا الفرخ اللي عندي هالسنة، فالفرخ اللي عندي أنا من فقس من البيضة أخلي لهم دود، يعني ما لاحق أخلي دود القبابي، تلقي الفحل والنثية يجون ياخذون يروحون يوكلوا دود قبابي. هذا اهم شيء هو الاكل، الخضروات، قصدي الفاكهة. كذلك بالنسبة للخضروات تقدر تطول الكرفس او ورق مالفجل مرات هم ياكل. بالنسبة للمي، انا عندي حاويات مو مشربة من هاي الصغيرة يشرب بيها البلبل مي، اخلي لهم حاويات تقريبا بهالحجم هذه، دائما بالشهر مرتين اسوي لهم اياها، اجيب جدريه مي يلا تكفيني هاي مال يوم واحد، لان المي هو يسبحون بيهم وهم يشربون هم عندي البلابل. اجيب ثوم 4-5 روس اقشرها واخليها بالمي. عندي هذا الابل سيدر فينيجر اللي هو خل مال التفاح، اخلي لهم فد خاشوقه ويا هالكميه ويا، واضيف له عسل. هذا الخليط اخليه على النار لمن يبدي يفور المي، اطفي الفرن الى ان يبرد، اشيل الثوم اطلعه افرغه ببطل او شيء، ومن الصبح ثاني يوم اخليه للبلابل يشربوه ويسبحون به. اللي يشربوه راح يعقم معدتهم، واذا اكو اي جراثيم او بكتيريا ببطنهم راح تنقتل.
بالإضافة اللي أنا كنت مخليلهم هنا ثوم اللي هو أكلهم يومي هم قاتل الجراثيم ومقوي لهم. المي كذلك، كذلك المي من يسبحون به. أنا عندي الحمد لله الأقفاص مالتي نظيفة دائما، ما عندي لا فاش ولا أي دود موجود به، لأن تعقيمات مستمرة تكون بالغرفة مالتهم. بس من يسبحون به هم راح يتعقم جلدهم والريش، إذا أكو أي شيء أو أي حشرات مشلبة بهم، الخل الموجود به وريحة الثوم وراح تأثر عليهم وتقتلهم. فأعزائي مشاهدي قناتي، هذه هي وجبات الأكل، وأهم شيء أهم شيء تكون هي النظافة بالنسبة للقفاص مال بلابل، لأنه الفاش وبقية الحشرات أو الدود يجي على وساخة البلابل. فدائما أوصيكم تنظيفها وتعقيمها. أنا بالنسبة إلي يعني يومية الطاسات مال مي مالهم والطاسات مال فاكهة اللي هي تتبدل يومية، يومية من الصبح أخذها أغسلها بتايد ومي حار وأرجعها أخليها بها الأكل لهم. وبالنسبة لدول الثلاثة الطاسات مالهم أسبوعيا أشيلهم أغسلها أعقمها وأرجع لهم إياها. وأتمنى الموفقية للجميع، وإن شاء الله يكون أعجبكم هذا الفيلم، لأن بعض الأخوة بدأوا يسألوني شنو أكل البلابل أو شلون توكلهم وشلون أرد أسمنهم. فأعتقد هذا الغذاء هو غذاء كافي وكامل لهم، ممكن يستفادون من عنده. وأرجو أن يكون الشرح اللي شرحت لكم إياه وافي، وأتمنى الموفقية للجميع، مع الشكر.